من المكزون، عدنا لكم مجددا. طبعا ما شاء الله تبارك الله المجموعة الثانية كلهم كبار. اوكي ذلك مو صغار، لا انا ما اتكلم عن عمره ولا عن اقول صغار، انا جبت العيد. لا بس انا اقول لكم يعني انهم كذا حركيين بزيادة، فهمتوا؟ يعني عندهم ريلثي عالي. هذولا كبار كأنك جالس مع شيبان، كل اللي عندهم بسيط، عنده سوالف، ريلثي عندهم بسيط. بناخذ اول متسابق معنا، تفضل يا فيصل. الله حيه، مرحبا. طبعا فيصل قبل شيء كان مستفزني، بشوف الحين وضعه، بشوف سوالفه، بشوف ايش عنده وش سوى، بستفزني. يا مرحبا يا فيصل، يلا تفضل هنا. يلا حيه، مرحبا ومسهلا. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ ساك طيب؟ يلا حيه فيصل. قبل شيء كنت مع عبد الله الراجح، صحيح، واشوف انه مزمز عليك. وانا مزمز عليك. طيب كيف وفي غيره بعد؟ طيب كيف ترى الفقره؟ ناجحه؟ نعم ناجحه. انه يستفزك؟ نعم. بس ما شفتك قدمت شيء في الفقره. انا كم ما قدمت، كنت ما شفت بس الجمهور شفت. لا انا متابعها كامله والله. هذه وجهه نظر لك، الجمهور له وجهه نظر. احنا في قناه واقعيه، الجمهور اللي يحدد كل شيء. صح الجمهور هذا، بس بعد المقدمين لهم دور. اكيد لهم دور، لهم دور انهم يطلعون الشخصيه. ايه. اما بالنسبه ل طيب يعني انت الحين تشوف نفسك انك قدمت في الفقره شيء الكويس؟ هذا ربع ما عندي. ربع ما عندك؟ نعم. يعني فيصل يقول يا جماعه الخير انه قدم ربع ما عنده، انا يعني اللي شفته ما قدمت شيء يا فيصل. وجهه نظر لك، احترمها. حبيبي. نعم. يعطيك العافيه. طيب فيصل كيف ترى المجموعه الاولى؟ تابعتهم ولا ما تابعتهم؟ تابعتهم. نعم. كيف رايت المجموعه الاولى بانطباعك عنهم كاريلتي، ك يعني شغل عندهم؟ يعني مثلا شفتهم انا ما شاء الله تبارك الله قدموا شخصياتهم بشكل جيد يعني. كلام. وناس ناجحين، ولكن احنا ان شاء الله مجموعتنا ان شاء الله توعدهم انهم يكونون افضل من اللي قدامنا، مع اللي قدامنا ما قصروا في شيء. يعني افضل منكم اللي قدامكم؟ لا. ما هم افضل منكم؟ لا. يا شباب حقين المجموعه الاولى فيصل دبلين يقول انتم ما انتم افضل مننا يعني. وجهه نظر الفيصل تحترم يعني، ما لنا دخل. هم نعم وما فيهم شك. لا انت بعد ما عطبتها، اسمع انت بعد ما عطبتها تقولوا نعم. انت وشي قلت هم احنا افضل منهم، هم افضل مننا، صح ولا لا؟ خلص كلامك. ها تفضل. اول شيء الموضوع كله ما في عطبه، يلا لك الحمد. انا الحين اقول هم ما قصروا في شيء، مضبوط. طيب ما قصروا في شيء. الافضليه لنا. يعني هم افضل منكم. هم رقم واحد، احنا رقم واحد، وهم رقم واحد مكرر. فيصل ليش ما ليش ليش في كبرياء ما تقدر تقول انهم افضل منك؟ هذا مو كبرياء يا اخي، هذا ثقه يا صاحبي، ما هي غرور، بس انا مغرور من باب الثقه. الله اكبر، يعني نعم. انت مغرور ما باب الثقه. نعم. الله اكبر. على مجموعتكم ولا عليك لحالك؟ لا مجموعتي انا وياهم شيء واحد، لانك انت قارنت بين مجموعتين صح؟ ايوه. هذا اللي خلاني اتكلم. طيب من الافضل؟ من الافضل انت ولا المجموعه هذيك؟ احنا اكيد. ما اقول انتم، اقول انت ولا المجموعه هذيك. يعني انا الدريج يدرى كلهم. إيه؟ وانا على الهقوه. ونعم. طيب فيصل عندي سؤال. عندي سؤال ثالث. يعني فيصل انت الحين لو كنت مع المجموعه هذيك بتقدم نفس اللي قدموه؟ يعني هم قدموا رياليتي، قدموا ضحك، انتم من جيتوا الحين لكم تقريبا كم ساعه لهم؟ لكم 4 ساعات من جيتوا؟ إيه؟ 4 ساعات تقريبا. 4 ساعات فيصل ما شفت قدمتي، ما غير كل ما احد قال مثلا شلونك، قلت شلونك، ساك طيب، وانت بخير ولا هذا؟ شوف هذه يلا لك الحمد، هذه موهبة حتى أنت ما تقدر عليها. حلو. هذه وهبة من الله. ما شاء الله. كان اللي يقول الطيب وهبة من الله، هو السناء في معان، ومن دور الطيب يتعب كل صبح ومساء. ما شاء الله تبارك الله. طبعًا تسمع الصوت اللي قاعد يتردد الحين. نعم أسمع. الصوت هذا أبو سمرة قاعد يصورهم الحين، وهم متفاعلين على تطبيق الأصفر. مضبوط. ليتك معهم الحين تقول قصيدة؟ لا معك أفضل. يا حبيبي حلو. طيب فيصل خل وجهك الكاميرا. تشوف نفسك انت تستحق ان الداعمين ومحبينك وجمهورك يصوتوا لك عشانك تدخل البرنامج؟ هم اللي يشوفون مو انا. طيب انت كهقو انت توك تقول اصبر خليني بقول لك، انا انت تقول توك الثقه وما الثقه، يعني انت واثق من نفسك. الواحد لو كان واثق من نفسه يقول نعم استحق ان جمهوري ودعمي صوتي. الحين انت نقصت مع نفسك يا فيصل. طيب قل لا اله الا الله. لا اله الا الله هذه لحالها بجرها، مضبوط. شيء ثاني، اذا هم واثقين فيني ويشوفون فيني الكفايه اكيد انهم بيوقفون، وهم مقصرين في شيء. انا سالتك، انا ثقتي في نفسي، انا علمتك وخلصنا من ثقتي في نفسي. أنا يعني انت واثق من نفسك؟ انا مهم معناته اني اروح ارجع لهم ثقتهم واقعد اقول ثقتي واقعد واقعد واقعد. انا لا بيمدح نفسي زياده عن اللزوم، انا اعطيتهم نبذه عني، وهم يعرفوني والجمهور يعرفون المتسابقين كلهم، ويشوفون اللي يستحق بيوقفون معه، وانا اشوف ان شاء الله اني لاني مقصر ان شاء الله في شيء، واشوف ان شاء الله اني عند هقوتهم وهقوتكم. طيب تتوقع انك تدخل البرنامج؟ كل ان شاء الله، كل شيء مشيت الله. لو يسمعوا الناس هل ينفعوك بشيء وما الله كتبه فلا الله كاتبه، وكذلك العكس. والله اكبر. طيب كل ما خير توجه للجمهور. اشكرهم سواء اني
دخلت او ما دخلت اقول الله يعطيهم العافيه وما قصروا. الحين احيانا يجيك من الجمهور واحد لا تعرفه ولا يعرفك يعلق بكلام طيب وينزل لك مقطع طيب ويثني عليك وانت لا تعرفه ولا يعرفه، لكن اجرها على الله. طيب فيصل انت تشكرهم وما سووا لك شيء، ما قدموا لك شيء، ليش ما سووا؟ ما اشوف انهم سووا لك شيء. لا بيسوون اذا انت كم مركز فيصل بالتصويت يا جماعه الخير؟ انا ما اجحده بعدين حتى التصويت وما التصويت، انا الحمد لله صوت فيه اللي فيه كفايه وناويهم بنيه ان شاء الله انها تفرحهم. الله يوفقك. لاني داخل السيوف لا اقدر لا حلت السيوف، محزم من مليان له برمثه ولا حبل فزعه تنتم بهلبل وستر الله له نوف وفزعه الله بتامل ولا ترتد. الله يوفقك يا حبيبي، توفيق فيصل يعطيك العافيه وما قصرت. طبعا الناس ما شفت فيصل يعني ما شاء الله تبارك الله شخص عنده كاريزما وما في حيله، حاولنا نستفزه شوي بس ما قدرنا. شخص واثق من نفسه، الله يوفقه ان شاء الله في هذا دخول البرنامج. والامر الاخير يعني يرجع لكم انتم الجمهور، تستحق اذا تشوفون انه يستحق دخول البرنامج الكود عندكم. طيب ناخذ ثاني متسابقين معنا، ابراهيم عواد. تفضل ابراهيم. يلا حيو، مرحبا ومسهلا.